بس فريقنا قاعد يتطور، انا اشوفه قاعد يتطور، فان شاء الله راح يقدم مستوى جيد. مع طبعا اي فريق لازم تحترم الفريق طبعا، ودائما نقول هالكلمه، ما تخاف منه تحترمه. نعم هذا شيء لازم، هاي كره القدم. نعم بعدين النقطه هذه على اختيار اللاعب، ودائما نخلي هالكل مهمه ارد اكررها يا جماعه، لما نقول مثلا الحين اخترنا الصاعنون الافضل، مو الباجين مو زينين سيئين، بس هذا الافضل. صحيح صحيح، الباجين هم على يعني يقدموا مثل ما قال محمد زنيفر وغيره قدموا، بس انت مشكلتك تختار واحد. لا لا علي، انت حساس، انت اذا اخترت لاعب غير العربي تبرر لا ليش سبب اختيارك وتقول لا 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 بشكل عام. لا لا بشكل انت كذا اختيار لك في لاعبين النادي العربي ما تبرر، لكن ليش هالحساسيه؟ ليش انت تبرر؟ ليش خلاص اخترت بالصعيد مو على اغلب المحللين هم اللي اختاروا. انت اخترت بس قاعد تبرر، تقول انت قاعد تبرر رياضي لاعب العربي لانه مو مختار من العربي. لا 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 العرباويه، لا انا اللي قبله ما اخترت. لا لا هو هذا قصدي، انا قصدي عشان تفهمها، هو قصدي ان انت مو شرط تبرر عشان لا يفهمون يعني بيعلمني من العربي. يعني بيعلمني هذا؟ لا لا انت تبريرك، انا ما بعلمك، تعلم منك يا ابو علي. اسمع الحين قاعد اقول لك، انا قاعد اقول لما نقول عن اللاعبين الافضل، لما نقول الافضل، انا قصدي اقول لما يعني مو شرط ان لما نختار، ان مشكلتنا احنا ان اختيارك واحد. عشان هو النقطه قال لك انت يمكن الناس يفهمونها ان انت ما اخترت من العربي، فالناس راح يزعلون منك، ليش ما اخترت من العربي؟ انت عربي، اذا ما فهم لاعب زين اختار من العربي ايش حقه؟ لا واختار من العربي ايش حقه؟ وعلي حتى لو فايز ماكو لاعب زين ما اختار من العربي. مشكله هي ما هي مشكله، هي الاختيار للاعب واحد بس رجل مباراه ما فيها مشكله، هي بالعكس هي ادري. لا انا اقول لك ان المشكله ان اختيارك واحد في كذا لاعب زين.